قبل اي كلام طبعا الدقيق ده بيتنخل كويس. عند السكر زي ما حضراتكم شايفين ببدا احط عندي السكر والملح بدوبهم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، مع الخميره البودر ومع كمان زيت الزيتون، كل الحاجات دي كلها مع بعض. وابدا اجيب عندي شوكه او معلقه او مضرب، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب حاجتي كويس جدا اهو، ادوبها شويه بكل بساطه. اهو والافضل لما ندوب الحاجه قبل ما ننزلها على الحله اللي هنضرب فيها حله العجانه او حتى لو البوله بتاعتنا. تمام لحد كده؟ تمام جدا. واحده واحده بقى كده نفتح العجان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الناس بيبقى عندها مشكله في المضارب، المضرب ده المثالي لضرب العجين، اي عجين مش المضرب التاني اللي حضراتكم عارفينه، المضرب التاني ده بنضرب بيه البيض، لكن ده بتاع العجين عشان يقدر يفصل معايا الامور واحده واحده. واجي عندي بسم الله الرحمن الرحيم انزل بكميه الدقيق بتاعتي كلها كده اهو. تمام؟ تمام. وهبدأ اروح قافل تاني العجانه واجي اشتغل عندي على اول درجه اهو، وابدأ بكل بساطه اجيب عندي الخليط اللي انا عملته كله واحده واحده. بسم الله. نص الكميه وابدأ الم العجين الاول. في ملحوظه عايز اتكلم عليها برضو مهمه جدا، ان الفكره في البيتزا فيها حاجتين مهمين جدا، وانا بقلب لازم العجينه كلها تتلم من العجان، يعني مفيش حاجه تبقى ملزقه، مفيش حاجه تبقى سايبه، مفيش حاجه تبقى كده. والحاجه الاهم انا باخد 10 دقائق مثلا هنا او 15 دقيقه في العجن، قدهم بالظبط، اسيب العجين يريح. في عندي تو اوبشن، في ناس تحط العجين في الثلاجه، في ناس تحطه في حاجه تكون ورم شويه او بدرجه حراره الغرفه ما تبقاش سخنه قوي، لان هي فيها خميره فلازم تخمر شويه عشان اقدر امسك العجين وتبقى معايا زي ما ان شاء الله هنشوفها بحركم. هنا بدات الامور تلم شويه، هنزل بشويش واحده واحده والم حاجتي بالمضرب اللي انا شغال بيه. في بعض الناس تحب تحط في النص مكعب زبده، مش هيقول لي لا، انا بس بقول هعتبر ان انا حطيت 4 معالق زيت مش 3 بس، انا بدي بس المعلومه هتفرق في ايه، هتبقى برده معايا فيها طعم كويس مفيش مشكله. الزبده هتنعم معايا كمان العجينه، مع السكر هتخليها تحمر منك بسرعه وهو ده المطلوب، تحمر العجينه يعني تستوي بسرعه وهو ده المطلوب. اول ما احس ان العجين بدا كده هبدا انزل عندي كمان اهو. حابب انا بقى اضيف اي اضافات وانا بعمل العجينه؟ زي ايه الاضافات؟ لو انا عايز اديها نفس كويس او اديها تاتش زياده حسب الرغبه، ممكن هجيب عندي سن التوم باودر على بصل باودر. تعالي دست معايا شويه، في انواع من انواع البيتزا بيحطوا فيها زعتر في العجينه بتاعتها وهي بتتضرب، انا مش عايز اصعب الامور على حضراتكم، عايز امشيها واحده واحده. ارجع تاني اخش على الميه بتاعتي واقلب وابدا ازن، ادي زنه كمان كده عشان الم بقى حاجتي وابدا الم. بسم الله. معايا كده جوه العبيد شايف العجين ايه اللي بيحصل؟ انا بس ماسك العجينه عشان تترقش شويه فلازم امسكها شويه. سيبها سيكه وانا شغال مع حضراتكم. عندي 3 4 طماطميات و راس توم اهو، من الطماطم شايفها، مع راس توم
مع كمان لو حبيت اضيف اي انواع من انواع السبايس، لو حابب احط مثلا قرن فلفل في النص معاهم ما عنديش مشاكل كده اهو، وهجيب عليهم حبه زيت كده اهو، وكمان يا ريت لو حبينا نعمل الحركه دي شكل زائد بالمره كده اهو. كده اهو عشان يسهل معايا التقشير في نهايه الشوي كده اهو. والكلام ده كله هسيبه عندي، هدي بقى شويه عليها كده عشان تلم نفسها. هسيب الكلام ده كله زي حضراتكم شايفين، بص زيت زيتون مع كمان لو حبيت او عندي او متوفر حبه زعتر كمان فريش ده للصوص تمام، وحبه فلفل اسود شايفه عامل ازاي، دول هشويهم وبعد كده هعملهم صوص واحده واحده يبقى فيهم نفس كويس، واسيبهم عندي في الفرن. بسم الله. ابدا اهد شويه بقى عشان طبعا خلاص كده العجين اللي انا عايزه عملته معاه. زي ما حضراتكم شايفين عشان تتاكدي العجينه بتاعتك ناجحه، اي عجينه حضراتكم بتشتغلوا بيها عشان اتاكد ان هي ناجحه ان هي تلم قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني ايه تلم؟ يعني مفيش اي فتافيت اي حاجه، يبقى كده المعيار مظبوط، كميه الدقيق مناسبه مع كميه الميه، بخلاف الخليط سكر زياده ملح زياده ايا كان الموضوع، اهم حاجه اشوف قدامي العجين ما شاء الله بالشكل ده اهو. لازم اخلي كل العجين يبقى حته واحده ماسك نفسه، مفيش حاجه اسمها مفروله. واجي لما هشتغل هنضى طبعا الرخامه من مره عشان مش هشتغل قطع النهارده، هنشتغل زي ما احنا شغالين بس ايه نروق نفسنا الاول. حالا نروق نفسنا كده. طبعا انا بعمل كميه النهارده شويه عشان خاطر دي يوم بيتزا، فطبعا في البيت حضرتك ممكن تعملي ربع الكميه، يعني تجيبي ربع كيلو دقيق على نص المعيار بتاعه هيكون معاكي من برده خلال الميه بتاعتك مع التركيبه اللي ليها علاقه بالزيت والخميره والملح والسكر. نلم بقى عجينتنا. بس شوف منظر العجينه عامل ازاي. طبعا مطرح السكينه تبقى العجينه دافيه شويه، ما ينفعش الواحد يشتغل بيها على طول. نوسع بس كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. منظر العجينه عامل ازاي كالعاده، تعفيره الدقيق اللطيفه، ونبدا نمسك العجين ونكمره ونلمه مع بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين. بص المنظر اهو كده اهو بقى. بص من تحت ايه اللي بيحصل، بكمر كله مع بعضه كده اهو 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 كده اهو، عشان العجينه تبقى ماسكه نفسها من كل حاجه اهو كده اهو. هاجي عايز اقسط، اقسط يعني اجيب سكينه بس الاول، عايز اقطع العجينه بتاعتي بعمل كده اهو بالنص تمام. بص منظر العجين من جوه عامل ازاي، وبعمل كده كمان تمام، واجي عندي هنا اروح اعمل كده كمان كمان كده اهو، واجي هنا كمان عامل كده اهو كده اهو كده اهو. شايفين منظر العجين عامل ازاي اهو. هاجي امسك واحده منهم واجي عايز اعملها بقى بتسايه. شوف المنظر، امسك العجين في ايدي، المفروض اني ما اعملش ده، انا بس بوري حضراتكم. بص امسك العجين عامل ازاي، شوف اهو، وبكمر تاني وكانها كده اهي، واعمل كده اهو كده اهو، ايدي دقيق عشان ما تلزقش اهو، وافرد الاول العجينه بايدي بكل بساطه قبل ما احطها عند المردينه كده اهو. بص ايدي اهو كده اهو يا حسين. صباح الفل، اسف للتاخير. لا ولا يهمك والله. اهلا بيك يا عم حسين، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا سيف علاء؟ كله بخير يا فندم الحمد لله، كله تمام. تسلم ايدك والله على كل حاجه، الله يخليك تعملها لنا، وربنا يديك الصحه والعافيه والله. تسلم يا فندم، كلك ذوق يا عم حسين، ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم. الله يخليك. معلش معلش حضرتك، عشان انا بس الكهرباء كانت قطعه ولسه جايه توي فتح العجينه، هتطلع خميره ولا لا؟ طبعا لازم خميره. بسم الله. على حسب الكميه كانت ايه، هقول لك المقادير تاني. حاضر يا عم حسين، حاضر.
حاجه تانية يا باشا؟ تحت امرك. حاضر. باجي افرد العجينه، انا بس المفروض ان انا ما افردش دلوقتي، المفروض احط العجينه تريح، بس انا بوريكم لو عملنا ده ايه ازاي وده يبقى ازاي. انا مجهز عجينه برده اكيد عشان نشتغل، ولكن حبيت اوضح التفاصيل. بص منظر العجينه وهي تطلع كمان من العجينه عامله ازاي. بكل بساطه اهو افرد الناحيه الثانيه، تعفيره الديب بتاعتي، واجي اروح فارد بالمردانه كده اهو. جمد ايدك ما تخافش اهي، طول ما العجينه مظبوطه اهو، واجي اعمل كده اهو كمان، فارد العجينه اهو 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 كده اهو 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 اهو. شوف كل ما افرد ايه العجينه عندي عامله كده اهو. شوف المنظر اهي اهو، عجينه البيتزا بسيطه جدا، واقدر استغل العجينه دي في كل حاجه انا عايز اعملها. امشيها مناقيش، امشيها ميني بيتزا، احطها على وش طاجن واديله حبه سمسم وحبه البركه، واعملها زي الطواجن اللي بنشوفها براحتنا. عجينه البيتزا اهي، شوف المنظر اهي. السكر بص عامل ازاي، ما قطعتش مني، لسه طالعه من العجانه. المفروض ان انا الحاجات دي كلها اروح اعملها كده اهو. لو انا عايز اشتغل بيها على فكره اقدر اشتغل بيها اهي اهي. دي بيتزا ولا مش بيتزا دي؟ بص العجينه عامله ازاي، رفيعه. انا احب الكراست شويه يكون رفيعه، ما تبقاش اهي فيهاش اي حاجه. ولكن الصح والمظبوط اعمل ايه بقى، اجيب طبق حالا. مياده هانم، صباح الورد. ايه الحلاوه دي؟ حلاوتك انت، تسلمي. تسلم ايدك والله. اخبارك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ تمام زي الفل الحمد لله. دايما يا مياده، ربنا يخليك. انا مبسوطه ان انت عملت لنا بيتزا النهارده قوي يا فندم. احنا تحت امركم والله، انت تامروا واحنا ننفذ. ربنا يخليك. وعايزاك تعمل لنا شويه حلويات بقى، صينيه بسبوسه، صينيه. يا سلام، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين يا فندم. تسلم عينيك، تسلم عينيك. اوامر، تحت امرك امر. بشكرك، تحت امرك يا مياده، شكرا. اجيب استرتش من ده، شايف الاسترتش ده؟ والافضل او بلاستيك اي حاجه بس عندي انا عشان البكره جوه غالبا، فانا هستغل ده بس على قد ما اقدر عشان بس ايه اوضح لكم ان انا عايز اقوله. وابدا اكمر شويه العجينه تدفى شويه كده جنب مني كده شويه، يعني تاخد وقتها اهو. ده اللي فردتها على وش واللي تحت اشتغلت بيهم على قد ما اقدر. طيب كده احنا عجينه البيتزا اللي عملناها اهي ماشي. مها هانم، اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا مها، ازي حضرتك انت، اخبارك ايه؟ تمام، انا بحبك قوي والله وبتفرج عليك بكتير. ربنا يخليك يا مها، تسلمي. كلك ذوق يا اختي، تسلمي. اقسم بالله نبني عنده 7 أشهر وبيحب حضرتك. الله اكبر، ربنا يخليه لك يا فندم. اقسم بالله ربنا يخليه لك يا فندم، وتفرحي بيه وتشوفيه احسن الناس يا رب. متشكره. طب انا عايزه بعد اذن حضرتك اشترك معاك انا وزوجي جوزي في برنامج احلى اكل. يا سلام، تنوروني يا فندم، عينيا الاثنين. يلا حالا مع زين في الكنترول، سجلوا بياناتكم وان شاء الله في اقرب فرصه نتقابل. حاضر يا فندم، شكرا جدا ليكي. شكرا لحضرتك ولمكالمتك، صباح العسل. بعد ما خمرت العجينه ابدا افرد. بقت هنا بقى عامله ازاي؟ شوف اهي، وما اعملش السمكه اكتر من كده اهو.